هيدا المحل بيبيع اكل لازم تاكله على الساعة 8 الصبح، بعد الساعة 8 ما فيك تدوقه. تخيلوا انه عم يحكي عن مصارين وراس خروف واجران. يلا شو الايتم اللي موجودين؟ عندنا مقادم غنم، عندنا مقادم عجل، خلطة دايتنا بنعمل مقادم ومقادم عجل مع بعض مع شوربة. بس بتعملوا مقادم؟ عندنا فوارغ محشي رز ولحمة، عندنا ابوات كمان محشي رز ولحمة، عندنا لحمة راس، عندنا لسانة غنم، عندنا روس نيفا. كله هذا محضر يعني السيرفيس سريع يعني دغري بينزل بالاكل بسرعة؟ هذا بتحضر قبل بيوم عشان بتعرف الطبخة بدها 5 ساعات اقل شيء. اذا انا طلبت منك هلا كل الايتمز الموجودة عندك تنزليهم على الطاولة، قد ايه بدهم وقت لينزلوا؟ ماكسيموم 4-5 دقائق، الطنجرة عم تغلي، هي على طول من الساعة 7-9 بالليل على الغلي. فنحن كل شيء بنسقطه بالطنجرة بنسخنه من قد ما دغري على الطاولة. هذا المحل قد ايه عمره بالسوق؟ من 6-50. انا اول مرة رح جرب هاي الاكلة في حياتي، واثق من قدراتك بتقديم هاي الاكلة لاني بعرف انها سنسيتيف وبدها نظافة كثير. نحن صار لنا 70 سنة. فإذا في غلط بالأكل أو شيء فما ما حنضلنا ضاينين لهالفترة. يعني أنت اللي تقول أنا مطعم يقله 70 سنة، يعني عم تحكي على استمرارية، على جودة، على نفس النكهة، على نفس الطعمة. يعني لو زبون ربى أولاده على أجيال على هذا المحل 70 سنة، بيجيك ملاحظات من زباين ببعض الأوقات إنه النكهة اليوم أطيب ولا امبارح أطيب؟ أكيد بيجي. بتعرف إنه الأب بدنا نكون أب مستلم قبلك، بكون معودين على أبوك، وإذا كان أبوك والله بحبول الزباين حيقولك والله الأب كان نفس يمكن اطيب، بس هي نفس البضاعه نفس الكواليتي نفس كل شيء. بس تعرف الاب بيقول هو التاسيس، وابوه لابوي يعني جدي كمان هو المؤسس، هو الاسس المحل. فنحن ابا عن جد بالمصلحه. اليوم ده قدرتك الانتاجيه اليوم، اذا انا اليوم اجى عندك 100 زبون حاب ياكل راس نيفا، يعني انت اليوم عندك 100 راس نيفا عندك هالاوبريشن؟ نحن بالصيف غير الشتاء، بالصيف بنقدر نطلع هالكميه، بس اكيد الشغل الصيف بخف شوي عشان هيك شتوي، بنقدر نطلع 100 اذا حسينا في طلب عليها. بالشتاء اكيد بالشتاء يعني باليوم 3 حلل بنعمل، 3 حلل يعني عباره عن كل حلل 50 راس. طيب يلا خلينا ندوق كيستين شوربه. وهيدي الشوربه من شو معموله؟ هاي الشوربه معموله من مقادم وعصب، هاي شوربة مقادم وعصب، يعني اللب عصب والمقادم بس. كم ساعة مغلية هذه الشوربة؟ هاي تقريبا مغلية شو 4 ساعات 5 ساعات. يلا خلينا ندوق. هاي خلطة تعيد شوربة المقادم، هي عبارة عن خل وثوم. هلا بنعبي بس مقادم وشوية عصب مع شوربة. هلا هذا عصب مقادم العجل. هلا هون بنسخنها بقلب الطنجرة. كمان بنحط الصوص. هاي يلا صار جاهز الاكل. هلا شويه لحمه راس مع حبه لسان قدم لي على الطاوله. فتت مقادم نحن مشهورين فيها، هاي الفتت المقادم. هيدا عبارة عن مقادم وعصب وحمص. في هلا بنحط السمنة. هلا بنحط خبز النايم من تحت. وهلا بدنا نطلع المقادم مع الحمص. نحطها فوقها. نرجع نمسكها فوقها، نرجع بدنا نصفيها مضبوط. هلا بنجيب اللبن. كمون. على وجه. هلا الخلطة تاعتنا. هلا بدنا نعمل فوارغ وحبة أباوي. هاي الأباوي وهاي الفوارغ. أول شيء المحل لازم يشيلوا الدبان منه. مش عارف كيف بدي آكل هاي القصص، بس يلا عطسوكي. شعبي جدا، حلو. خلينا ندوق. فوارغ لازم تكون هي دغري اول ما تعملوها هيك بتفتح. اوكي نشوف الرز. هي الزعفران واضح طيبه، نشوي شوي وبدي استوي زياده.
هذا الشيء كثير طيب، لازم تذوقي منه، هذا الشيء كثير طيب يا ولدي. الرز كثير طيب. رز مبهر مع لحمه. هون مخيطة من هون، تعال شوف، مخيطة من هون، بيطلع شكلها راس عصفور. فتت مقادم. دويا. أنا بحب الفتة بالحمص. طيبة بس فيها شيء. هذا المقادم. اجرين الخروف. فيها شوي زيت هيك. بنزيد لها حامضها شوي ومحاطة. راس الخروف وين؟ هلا بنحطه بالماء حتى يسخن، دقيقة مش أكثر. دو انسان هذه القروشة طيب كثير الراس. اوكي طلبنا كل هالطاولة مثل ما شفتوا طلع حسابنا 2,200,000. دكتور فود على 10 قديش بتقيم هيدا المطعم واكل اجزاء الخروف؟ 8.5 على 10.